السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم يا جماعة؟ معاكم مايت موكا، واليوم حاب اني اتكلم عن 5 ايتمات الناس ما تستخدمهم، لكن الايتمات نفسها ايتمات قوية وحلوة، لكن استخداماتها كايتمات يعني يبي لها شوية سيت اب. طبعا الايتمات هذه قليل ما يستخدمونها اونلاين، قليل الناس اللي يحبونهم يستخدمونها وفائدتهم حيل كبيرة. اول شيء اللي بتكلم عنه هما ايتمين مع بعض، اللي هو كيبري ومارانجابري. طبعا الكيبري اذا انطقيت بسبيشال اتاك يرتفع سبيشال ديفنسك، المارانجابري اذا انطقيت اتاك فيزيكال اتاك راح يرتفع ديفنسك. فائدتهم هذول بان البوكيمون نفسه اذا كان مثلا سبيشال ديفنس، او كان البوكيمون نوعا ما ديفنس زياده عنده او سبيشال ديفنس شويه ضعيف، تقدر تاكل طقه بسيطه مثلا نوت فيري افكتيف عليك، تقدر انك تاخذ الكيبري ترفع سبيشال ديفنس مالك، او تخلي البوكيمون مثلا بليسي تعطيها الكيبري تصير سبيشال ديفنسها خيالي. نفس السالفه حق المارانجابري، يعني البوكيمون تقدر تنزله ياكل طقه فيزيكال مثلا باور اب بانش فيك اوت، الطقات هذه اللي ما راح تاثر زياده عن اللزوم بدايتها، فترفع ديفنسك علشان اللي قدامك يعني تحسس انه لازم يطلع، لانه خلاص الحين راح تقدر انك تستحمل ضرباته، راح ترفع ديفنسك، راح ترفع سبيشال ديفنسك وراح تاذي فيهم. الايتم الثاني اللي هو لامبري، لامبري يشيل الستاتس افكت عنك، البيرن، بارالايز، السليب، الكونفيوز، الاشياء هذه، البويزن بعد. فلامبري من اكثر الايتمات المفيده باللعبه، لكن الناس يفضلون يستخدمون اشياء ثانيه. لامبري فائدته اذا كان البوكيمون مالك بوكيمون مثلا سيت اب، يعني تبي تنزله تسوي دراجون دانس، سور دانس، الاشياء هذه، فتل قدامك راح يحاول انه يبدل بوكيمون هذا، بينزل بوكيمون ثاني، بيعطيك ثندر ويف، بيعطيك توكسيك علشان ما تقدر تسوي سيت اب، فتضيع دوره من دوراته انه هو يحاول انه يطفيك، بس ما يعني تاخذ دور انت على راحتك، فتستفيد من السالفه هذه وتستفيد من لامبيري. واعتبر لامبيري واحد من احسن الايتمات الموجوده، يعني ك يعني حق السويبر او حق السيت اب بوكيمون، يعني اذا كان عنده حركات سيت اب. الايتم الثالث اللي هو البرايت، البرايت بودر. طبعا البرايت بودر عليها شوية مشاكل، ان في بعض الناس ما يحبون اللي ضدهم يستخدمها، لكن البرايت بودر ترفع الفرصة انك توخر عن الضربة 10%. طبعا اذا كانت الضربة مثلا توكزيك هي 85% انها تحوش، تصير 75%، فانت يعني رفعت نسبة ان هي ما تحوشك، تقريبا مو 75 تصير 77 وشغلة، لكن هي هذه فائدتها بان توخر او تأثر 10% انك تقدر توخر من الضربة. في ناس يقولون انها تشيت، في ناس يقولون انها مو تشيت، لكن بالنسبة لي اذا اللي قدامك عادي انه يستخدمها، خصوصا ان في بعض اعتقد بعض الشروط من الاوفر يوز والاندر يوز، في بعض الناس يقدرون يستخدمونها، فيعني تعتبر كومبتيتيف او انك تقدر تستخدمها بالاشياء المطلوبة. في الايتم الرابع اللي هو اجكت باتن، طبعا اجكت باتن سالفته سالفه طويله حيل، لكن اجكت باتن له فايده حلوه، يعني مثلا بوكيمونك يبي ينزل يبي يسوي ستيلث روك بيطلع مثلا، فانت تنزل بوكيمون عنده اجكت باتن، تحذف الستيلث روك اللي قدامك يعطيك الضربه هذه، سواء كانت فيك اوت، نعم مو فيك اوت، فيك اوت راح تطرده قبل ما تنزل، لكن هي سالفة إذا عطاك مثلا بيسوي سيت اب، بيسوي شغلة معينة قدر انه يحوشك فيها باور اب بانش، عطاك مثلا اي ضربة معينة لازم انها تحوشك، فالجكت باتن تشتغل، بوكيمونك راح يبدل. مشكلة الجكت باتن الوحيدة اللي الناس ما يحبون انهم يستخدمونها، او الناس يعني ما يحبون ان الجكت باتن تكون موجودة عندهم، لسبب واحد، اذا كان اللي قدامك عنده برايورتي موف كويك اتاك فيك اوت او من الحركات هذه، انت ما راح يمديك تسوي الحركة مالتك قبل ما يطلعك هو، فيقدر انه يعطيك كويك اتاك او فيك اوت راح تطلع ما راح تسوي الضربة مالتك، فهذا السبب الوحيد ان الناس ما تستخدمها. لكن قوتها الاساسية بوجود البوكيمونات اللي عندهم ترونت،
او البوكيمونات اللي يستخدمون الضربات نفس جيجا امباكت والاشياء هذه. فانك تقدر انك تستخدم الحركه مثلا جيجا امباكت، فلازم تنطر دوره هو يكون راح يعطيك الضربه مالته، راح يحوشك، راح تطلع برا هذا. فانت استخدمت جيجا امباكت وطلعت من غير ما تطوف دوره على الفاضي. هذا الشيء الحلو بالنسبه للاجكت باتن، وهذا الشيء الحلو يعني اللي يعني نشوف ان اجكت باتن من الايتمات الصعب استخدامها لكن مفيده حيل بالنسبه حق البوكيمونات اللي عندهم دروت، وبنفس الوقت حق البوكيمونات اللي عندهم اللي هو جيجا امباكت والاشياء هذه. الحل يعني الايتم الاخير اللي هو نفس اجكت باتن اللي هو ريد كارد. طبعا ريد كارد فائدته بالنسبه حق البوكيمونات مثلا اللي عندهم ستيردي، البوكيمونات اللي عندهم الاشياء الثانيه، ريد كارد تكون حلوه حق اللي عندهم اللي اذا كان ضدك واحد مثلا عنده سيت اب دراجون دانس سور دانس الاشياء هذه، فانت مثلا عطيته ثندر ويف او عطيته توكسيك، عطى مثلا هو دراجون دانس سحبته، عطى دراجون دانس ثاني، نزل بوكيمون اللي عنده ريد كارد، البوكيمون مثلا عنده ستاردي اللي قدامك عطى الضربه، مهما كانت الضربه راح يعيش على واحد وراح ينطرد بسبب الريد كارد. فانت استفدت من بوكيمونك، استفدت ان اللي قدامك طلع من المباراه، وغير هذا الريد كارد يعني فادتك ان هذاك ما قدر يسوي لك فل سويب. فالريد كارد من الايتمات الحلوه خصوصا اذا كان مثلا بوكيمونك عند دراجون رور وريد كارد، تقدر انك تسوي فيها يعني امور واجد، مثلا سبايك توكسيك سبايك سيلف روك، بعدين تعطي دراجون تيل عفوا ورور يعني دراجون تيل تطرده من المباراه، يدش اللي بعده راح ياكل هذا كله، فتعطي دراجون تيل. اذا جالك واحد مثلا بيعطيك فيك اوت، بيعطيك بولت بانش، بيعطيك كويك اتاك، اي حركه برايورتي راح ينطرد من الريد كارد وراح يدش بداله واحد ثاني. وعلى الحاله هذه فانت استفدت من اشياء واجد وسوبر ريد كارد، تقدر تسوي فيها اشياء حلوه. يعني هذه الايتمات اللي انا اشوف ان الناس قليل يستخدمونها لكن يعني نوعا ما حلوه، ايتمات يعني استخدامها حلو وتقدر انك تستفيد منها وتستانس فيها، لكن بالنسبه لي مو نفس الايتمات القويه، يعني مو نفس اللي هو لايف اور، مو نفس الاسولت فيست والليفت اوفرز، هذول الايتمات غير. يعني الايتمات هذولاك فائدتهم منهم وفيهم ما تحتاج البوكيمون او ما تحتاج صفه معينه عشان تستفيد من الايتم. اتمنى يكون يعني الفيديو عجبكم، اتمنى تكون الايتمات هذه عجبتكم، اعطوني خبر تحت شنو الايتمات تحبون تستخدمونها لكن حاسين ان قليله استخدام او الناس ما يستخدمونها بالقدر اللي هي تستاهله. يعطيكم العافيه على المتابعه، مشكورين ومع السلامه.